السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي أتم الصحة إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نوجدوا واحد الغريبة اللي كتجي هشيشة وبنينة، غريبة بالكوكاو. كنتمنى تعجبكم. غادي نوجدوها بلا زبدة غير بالزيت، كتجي هشيشة وكتذوب في الفم. كنتمنى تعجبكم وتجربوها. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي كيلو ساعة دقيق اللي غربلته، عندي زلافه كبيره تاع الكاوكاو مهرمش، 200 غرام تاع السكر، قبصه تاع الملح، القرفه، جوج كيسان كبار تاع الزيت، وزلافه صغيره تاع الزنجلان. هنا في شي قصريه غادي نديرو الدقيق اللي بطبيعه الحال مغربل، كنزيدو عليه زنجلان. انا هنا عندي نص زلافه، انا غنزيد كوكاو. هنا عندي زلافه كبيره تاع كوكاو اللي سبق لي وحمرته في الفران، نص ديالو قشرته، النص الاخر خليته كيك هرمشته. انا عندي نص عشق صغير تاع القرفه وقبصه تاع الملحه. هنا عندي 100 غرام تاع السكر سنيده و 100 غرام تاع السكر رشقي، خلطت بيناتهم. هنا عندي الخميره اللي ما سبق لي ما قلتهاش لكم، 15 غرام. غادي نمزج العناصر مزيان. بالنسبه للكميه تاع الزيت كيبقى على حسب الدقيق، يعني كاين دقيق اللي كيتشرب مزيان، كاين دقيق اللي في ساعة يشرب، كاين دقيق اللي شوية. انا هنا غنزيد الزيت وغنبدا نجمع في العجينة ديالي، وانا تنجمع فيها وانا تندلك، لانها ضريبة كتبغي دليك. بالنسبه لي انا تنفضل الغريبه بالزيت على الزبده، الزبده كتقي الصحه. الزيت يخليها هشيشه، يعني فاش تكون تاكلها يعني كتذوب في الفم. انا هنا كما كتشوفوا معايا زدت الكميه كامله اللي عندي تاع الزيت، غادي نجمعها ونشوف. في حالة ما كفاكمش الزيت تقدر تزيدوا شويه. انا هنا كنجمع فيها، تنظن بان هاد الزيت كافي، جوج كيسان كبار. المهم انا كنجمع وانا كندلك فيها. بالنسبه للخميره كنخليها حتى الاخر، كي كيخليها تبات عاد باش يدير لها الخميره من بعد فاش يبغي يطيبها. المهم انا هاد غريبه ما كتحسش لا تبيتيها ولا دير لها في الحكاكه، يعني هذيك الساعه كتمكن لك طيبيها. المهم انا هنايا زدت الخميره، غادي ندلكها مره اخرى دلكها مزيان. موجد الطاوه ديالي اللي غندخل الفران. هنا كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالها كيفاش يولي، يعني ما كتفرتش، كتجمعي وكتجمع. هنا عندي طاوة اللي غدخل الفران، فرشتها بورق الزبدة.
كان لولبة على هذا الشكل، يعني الحجم كتحكموا فيه. انا نستمر حتى نكمل الكمية اللي عندي. في هذا الأثناء أنا عندي الفران اللي مسخن على درجة 180 درجة، كنخلو الفران تيسخن من بعد تنشعلو عليه غير من الفوق، ندخلوها للفوق حتى كتشقق. تتشقق وتطيب من الفوق على باش نشعلو على من تحت. انا من بعد ما ساليت الكميه ندخل الفران طيب ونطلقها. وهذه هي الغريبه، من بعد ما خرجت من الفران كتجي زوينه وبنينه بزاف، مذاق تاع الكاوكاو وكيجي تيجي رائع. هشيشه، كنتمنى يعجبكم فيديو سعد النهار وتكونوا استمتعتوا معايا، ولا عجبكم فيديو ما تنسونيش من لي جيم والبارتاج، وخليوا لي تعليق زوين. وخليتكم على خير، ومرة أخرى نقول لكم عيد مبارك سعيد وإلى اللقاء.